اهلا بكم في فيديو جديد ولسته جديده هنتكلم فيها عن الهيدن جيمز او الجواهر الخفيه. في برفانات كده في السوق محدش بيتكلم عنها كتير، الناس كتير ما تعرفهاش، بس البرفانات دي تستاهل. ودي ايه؟ زبد الزبد يعني. البرفانات دي تحس فيها بالمزاج العالي، وتحس ان البرفانات دي فعلا مستاهله هايبره اكتر من اللي هي موجوده فيها، بس محدش بيعيرها اهتمامها. البرفانات دي جايز لان سعرها رخيص، جايز لانها مش معروفه، جايز لان الماركتنج بتاعها مش كويس، بس ايا كان البرفانات دي مش هتلاقي ناس كتير بتتكلم عنها، بس هي فعلا تستاهل وتستحق الاقتناء وتستحق ان انت تديها اهتمامك. لا ولا قبل ما ابتدي، يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في كومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها واعمل لها ريفيو، او في دماغك اي برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل، او انصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي. برضو الخنفاري بقى على الانستجرام، هسيب لك لينك في اول كومنت تحت. والخنفاري برضو بقى ليه ويب سايت اسمه سنيف فريجرانس، لان ده اسم الشانل عندي بالانجلش، هسيب لك اللينك تحت برضو تدعبس وتشوف ايه اللي بيحصل، لان في برفانات على الويب سايت ده وفي توصيل للسعوديه والامارات فقط في الوقت الحالي. وطبعا لو انت عايش في بريطانيا او في الولايات المتحده مفيش اي مشكله خالص في التوصيل، بس هو في الوطن العربي في الوقت الحالي مقتصر بس على السعوديه والامارات للاسف. بحاول ان انا احل المشكله دي قريب وان شاء الله يعني اوصل لحلول. نبتدي الفيديو بالبرفان رقم 10 معانا النهارده. معانا رصاصي حواس، هوس من رصاصي بشكل مش عارف ليه بينطقوها بالانجلش حواس حواس يعني، بس هو هوس من شركه الرصاصي. فده برفان جميل جدا، برفان محترم قوي، برفان مش ناس كتير بتتكلم عنه يعني. هو معروف بره ومعروف في كل حته تقريبا، بس ما بتلاقيش الاقبال عليه جامد قوي، ما بتلاقيش الناس كتير بتغطيه، الناس مش مدياله حقه، مع انه برفان محترم قوي وسعر مناسب واداؤه كويس، وبشكل عام ريحته جميله. ريحته بتفكرك بايه؟ ريحته بتفكرك بباكرابان انفيكتوس. فهو برفان اقدر اقول ان هو اكواتيك شويه، تقدر تقول ان هو برضه سينسيتيك او صناعي شويه، تحس ان البرفان يعني بيدي لك احساس صيفي حبه، بيدي لك احساس لعوب شويه، مناسب للفئات العمريه يمكن اللي في العشرينات ولا حاجه، مش مناسب قوي للناس اللي فوق ال 40 سنه. فالبرفان ليه ستايل معين كده، ولذلك اعتقد ان ده بيخلي الناس ما تتكلمش عنه كتير او ما بيخلوش ان هم يغطوه كتير. فبيقول لك ليه تجيب بديل لباكرومان انفيكتس لما ممكن تجيب الباكرومان انفيكتس. فليه انا اذكره هنا؟ لان البرفان ده بصراحه بيدي لك اداء نسبيا افضل من باكرومان انفيكتس. انا ما اقدرش اقول اي حاجه على اداء الباكرومان انفيكتس، ولكن اقدر اقول لك ان ده ممكن يدي لك اداء يضاهي شويه او يمكن احسن منه بسنه بسيطه، او سنه يعني ممكن اقول ان هي ملحوظه شويه. فدي حاجه ترجع لك انت، عايز تجيب مين فيهم، عايز تشجع الصناعات العربيه، يبقى روح توكل على الله، هات هوس من الرصاصي. لو مش عايز كده ولا عايز تخليك في الباكرابان انفيكتس، خليك فيه، برفان محترم برده كل حاجه، ولكن ده من الهيدن جيمز او من الجواهر المخفيه اللي ناس كتير ما بتتكلمش عنها، والبرفان ده بصراحه يستحق وضع افضل من اللي هو فيه. نروح للبرفان رقم 9 معانا في الليسته دي. معانا بوتيجا فينيتا بور اوم. البرفان ده برده من الجواهر الخفيه اللي مش ناس كتير بترغي فيها كتير يعني. انا ذكرته كذا مره، عملت له فيديو قبل ما تشتري، اتكلمت عنه بالتفصيل لو عايز تتفرج عنه، سميته حتى عطر رجل الغابه. فالبرفان ده ليه ستايل معين، ليه اسلوب معين كده، ان هو ايه بيحطه في كاتيجوري خاص. هو برفان فليكسبل جدا ومتعدد الاستخدامات، وبرفان ذكوري قوي، وبرفان بيجيب لك اطراءات كتير، ولكن ليه ستايل صارم شويه يعني، ليه ستايل تحس ان هو ايه غير مألوف عن اللي موجود. فلو انت عايز تستاند اوت، او لو انت عايز تبرز تبقى يعني ايه بارز في وسط الوسط اللي حواليك، او في شغلك حتى، لان انت ممكن تستخدم البرفان ده في الشغل، فممكن تروح مع البرفان ده، لانه هيدي لك اداء كويس، هيدي لك اطراءات كتير، هيلفت الانتباه ليك باسلوب مش مزعج، ولكن باسلوب ماسكلين او باسلوب ذكوري كويس يعني، مش اوفر باورنج، مش ما بيسببش ازعاج او عدم ارتياح للي حواليك. لا، البرفان جميل قوي، في شويه جلد، في شويه اخشاب، في شويه توابل، فمخلوط مع بعضه باسلوب كويس، وفي شويه فريشنس عامل بالانس الامور دي كلها. فده من البرفانات اللي مفيش ناس كتير قوي بتتكلم عنها، او مفيش ناس كتير منتبهه ليه، وده بصراحه من البرفانات اللي تستحق. ونروح للبرفان رقم 8 معانا في الليسته دي من الجواهر الخفيه. معانا ذا سافيل رو، برده من البرفانات المحببه جدا بالنسبه لي، اللي اتكلمت عنه باستفاضه كتير وعملت له فيديوهات قبل ما تشتري، وحطيته في ليستات كتير جدا، ولسه ناس كتير بتحاول ان هي تجيبه، وده شيء يقدر بصراحه ويحترم. بس انا اقدر اقول ان هو مش معروف قوي او مش منتشر قوي، لان هو الحصول عليه صعب، ولكن لما بتحصل على البرفان ده او
بتتوصل ليه صدقني الدنيا بتختلف معاك تماما، بتحس ان انت يعني بتقول لنفسك انا ازاي ما كنتش اعرف البرفان ده قبل كده. فده من البرفانات الجميلة جدا اللي انصحك بشدة ان انت تبذل شوية مجهود انك تحاول تلاقيه. هتلاقيه لو انت عايش بره في محلات تيكي ماكس، لو انت عايش في اوروبا او الولايات المتحدة هتلاقيه في محلات تيكي ماكس، هتلاقيه تقريبا ب$15 ولا حاجة ل 100 ملي. لو عايز تجيبه اونلاين هيبقى اغلى شويتين ثلاثة، هيبقى بحوالي 60-65 دولار ل 100 ملي. ولكن ده برفان معمول من هاوس او من دار في لندن في بريطانيا، بيعملوا حاجات واكسسوارات وبدل للأسرة المالكة في بريطانيا، فتوقع منهم جودة كويسة، توقع منهم البلند او الخلطة اللي عاملينها للبرفان ده كويسة قوي. فده برفان جميل وانا انصحك بشدة ان انت تحطه في اعتبارك وتجربه وتبذل شوية مجهود انك تجيبه. ونروح لجوهرة خفية تانية بس مش في البرفانات بس في اليوتيوب. في واحد صديقي عمرو الشيخ عامل شانل اسمها عمرو الشيخ عادي، بيعمل تيك ريفيوز، عنده يعني خلفية كويسة قوي لان هو مهندس اتصالات وعايش في هولندا، فعنده خلفيه كويسه قوي في التيك بشكل عام، وبيقدم فيديوهات بمحتوى كويس قوي باسلوب لطيف، والراجل يعني استثمر وحط وقته ومجهود كتير في الحاجات اللي بيعملها. فيعني لو عايز تتفرج على الحاجات اللي هو بيقولها وبيقدمها هسيب لك لينك تحت للشانل عنده، الراجل بيقدم محتوى كويس قوي، ادخل شوف يعني ايه، جرب وشوف ايه اللي يناسبك، وهتلاقي يعني ان الراجل بصراحه بيقدم حاجات تحترم وباسلوب مختلف شويه عن اللي موجودين دلوقتي على الساحه يعني، فيستحق ان انت تلقي نظرة يعني وتشوف الكلام على ايه. سايب لك اللينك تحت زي ما قلت لك. ونرجع تاني للبرفانات. ونروح للبرفان رقم 7 معانا في الليستة دي، معانا لاكوست لوم انتنس، من احد البرفانات اللي انا اقدر اقول ان لاكوست نجحت اخيرا في ان هم يقدموا برفان اداؤه كويس. انا كنت دايما بقول ان لاكوست بيقدموا برفانات كويسة من ناحية الريحة ولكن رايحة في داهية من ناحية الاداء، فاخيرا اقدر اقول لك ان في برفان من لاكوست اداؤه كويس، هو مش جبار بس معقول، وبيدي لك ريحه كويسه وماس ابيلينج جدا. البرفان يعني بيدي لك احساس ان كل الناس بتحبه، زي كل البرفانات لاكوست الناس كلها بتحبها، الريحه جميله جدا، الريحه مريحه، بتجيب لك اطراءات وكل حاجه، ولكن المشكله معاهم كانت في الاداء. فلاكوست لاكوست لوم انتنس هو يمكن الوحيد اللي اقدر اقول لك الاداء فيه شويه امل، يعني البرفان ده لما بترشه بتعرف ان انت تعتمد عليه شويه، اداؤه يمكن يلمس في الست ساعات ولا حاجه من ناس ناحيه الثبات، والفوحان بتاعه ساعتين. فده بالنسبه للبرفانات ده شيء كويس، وبالنسبه للاكوست ده انجاز تاريخي يا فندم. فلو انت عايز تجرب لاكوست لوم انتنس جرب البرفان ده وانت مطمن، لان هو برفان كويس كقيمه مقابل سعر وكاداء وكريحه. ونروح للبرفان رقم 6 معانا في الليسته دي، معانا لاكشري نيو براند سيلفر، من احب البرفانات ليا ومن البرفانات اللي انا دايما بذكرها وبقول عليها من الجواهر الخفيه، لان هو من البرفانات اللي مش ناس كتير تعرفها، وناس كتير لما جربت البرفان ده ادخلوا شوفوا الكومنتات قالوا ايه، شكروني جدا على البرفان ده وقالوا لي يعني احنا يعني ما كناش عارفينه ازاي. فالبرفان ده برضو المشكله فيه ان هو مش سهل الحصول عليه، وده بيدي له عامل تميز شويه ان هو مش هتلاقي الريحه دي موجوده في حتت كتير، وسعره رخيص، سعر البرفان ده اقل من $15 لل 100 ملي. فلو انت حصلت على البرفان ده يبقى انت كده خلاص، انت مش عايز حاجه تاني. البرفان ريحته صيفيه منعشه جدا، ريحته فيزي، ريحته اكواتيك، ريحته تحس ان هو اكنك فاتح ازازه 7 اب ولا حاجه بتزغزغك كده. برفان جميل جدا، هيجيب لك اطراءات يمين وشمال وهتحس فعلا ان هو ملفت للي حواليك، وبرفان جميل والسعر بتاعه بصراحه ما فيش منافسه اكتر من كده، اقل من $15 لل 100 ملي يعني بصراحه حاجه فوق الوصف. ونروح للبرفان رقم 5 معانا في الليسته دي، من الجواهر الخفيه، معانا سالفاتوري فيرجامو اومو كاجوال لايف. اومو كاجوال لايف من البرفانات الكويسه اللي مش ناس كتير تعرفها، والاسم برضو بيدل على المحتوى. البرفان ده ينفع في الغالب يعني بتستخدمه كاجوال في اغلب الاوقات، ممكن لو انت عايز اي برفان تحطه وخلاص ونازل مشوار ومش عايز تقعد تفكر كتير فبتحطه، ولذلك اسمه كاجوال لايف. ينفع طبعا تستخدمه فورمال انت حر، بس البرفان مناسب قوي للاجواء الريلاكسد، يعني انت ايه، انت نازل كاجوال، نازل مع اصحابك، رايح السوبر ماركت، رايح تدي مشاويرك، مش عايز تفكر كتير تحط برفان ايه، وبسعر مناسب واداؤه كويس وجودته محترمه. جوده سالفاتوري فيرجامو في كل البرفانات اللي بيقدموها جوده محترمه جدا، ودي حاجه تحترم قوي في الشركه دي، وبصراحه انا يعني بتمنى ان الشركه دي تحقق نجاح اكبر من كده لان هم يستحقوه، وده من احد الجواهر الخفيه بتاعتهم.
ونروح للبرفان رقم 4 معانا في الليسته دي، معانا مون بلو ليجند. هو مون بلو ليجند مش هقدر اقول لك ان هو جواهر خفيه قوي، بس مفيش ناس كتير بتتكلم عنه. يعني مون بلو ليجند اكيد انت عدى عليك البرفان ده بشكل ما، اكيد شفته قبل كده، اكيد شميته قبل كده، بس مفيش حد بيتكلم عنه، مفيش حد بينصحك بيه كتير. فها انا زي بقول لك مون بلو ليجند يعني من البرفانات اللي تستحق توقف عندها شويه، من البرفانات اللي تستحق الاحترام وتستحق الشراء، لان هو برفان بيدي لك فليكسيبيليتي عاليه قوي، بتستخدمه في مواقف في اوقات كتير، بيبقى مسعف بالنسبة لك في اوقات كتير قوي، والاداء بتاعه كويس وريحته جميلة ويجيب لك اطراءات وسعره مش غالي. فهو الباكج متكاملة على بعضها بتخليه ان هو يصنف ان هو من الجواهر الخفية اللي مش ناس كتير بتعيرها اهتمامها، مع ان هو بصراحة يستاهل اكتر من كده بكتير. فمون بلو ليجند من البرفانات الكويسة اللي انا انصحك بيها. معانا البرفان رقم 3 بوليس كوزموبوليتان، من احب البرفانات بالنسبة لي، لان هو برفان رخيص وبرفان ريحته كويسة وبرفان جودته حلوة قوي واداؤه ممتاز. البرفان تقريبا بأقل من 20 دولار للميت ملي، بتلاقي ان البرفان بيدي لك ثبات وفوحان، بيضاهي حاجات كتير باغلى من كده بكتير، وريحته قريبة من سبايس بوم اكستريم من فيكتور ان رولف، ولكن محطوط فيه شوية فريشنس، او يعني تحس ان هو الفريشنس فيه زيادة شوية، بحيث ان هو يبقى ماس ابيلينج وينفع تستخدمه في مواقف واوقات اكتر بكتير من السبايس بوم. فلو انت عايز تجيب حاجة ممتازة قوي لفصل الخريف والفصل الشتاء، وبرضو تنفع في الربيع والصيف بالليل، يعني لو الاوقات الليلية، يبقى البرفان ده جميل قوي وهيجيب لك اطراءات كتير، وسعره زي ما قلت لك 20 دولار ل 100 ملي، فمفيش حاجة تمنعك ان انت تعير البرفان ده اهتمامك. برفان جميل جدا ومناسب جدا لكل الناس ولكل مختلف الاعمار، ومختلف النقط الذوقية، يعني ايا كان ذوقك، فانت البرفان ده فيه نسبة كبيرة قوي ان هو هيعجبك. ونروح للبرفان رقم 2 معانا في الليستة دي، معانا لليك انكر نوار. وهنا لازم نتوقف شويه، لان انا لازم اقول ان البرفان ده مش لكل الاذواق، وانا واحد من الناس البرفان ده ما بيعجبنيش ومش من ذوقي، بس لازم اديله حقه، ولازم اقول ان هو من الجواهر الخفيه اللي مش ناس كتير بتعرفها ومش ناس كتير بتديها اهتمامها. بس البرفان ده لازم قبل ما تشتريه لازم تنزل كده تجربه، يعني لازم تستثمر 10 دقايق من وقت سيادتك، انزل اقرب محل برفانات وجرب البرفان ده وشوف الكلام على ايه، لان انت لو جبته من غير ما تجربه ممكن تلبس فيه لبسه وحشه. البرفان ده مش لكل الناس، في ريحه فيتيفر بيحسسك ان هو ريحته يعني ريحه تراب ولا حاجه، مش مناسب لكل الشخصيات، مش مناسب لكل الاذواق، وممكن يدي لك تاثير عكسي. فهو برفان رخيص واداؤه كويس وسعره كويس وكل حاجه، بس جربه الاول قبل ما تجيبه، ولكنه يستحق ان هو يكون هنا، لان ناس كتير ما تعرفوش وناس كتير ما بتقدرش قيمه البرفان ده. ونروح للبرفان رقم 1 معانا في الليسته دي، معانا واحد من احب البرفانات ليا، دانهيل لندن. دانهيل كماركه بشكل عام من الماركات اللي انا بحترمها بشكل كبير قوي، ماركه محترمه بيقدموا لك الجودة بتاعتهم مقابل السعر حاجة ممتازة. ودانهيل لندن بالذات من احب البرفانات ليا، لان هو من اكتر البرفانات اللي جابت لي اطراءات يمكن في خلال السنين اللي فاتت، بالرغم من سعره 20 دولار بس ل 100 ملي، ولكن برفان جميل جدا، برفان مسعف جدا لكل الاوقات وكل المواقف. ممكن تستخدمه لو انت نازل تقابل واحدة، ممكن تستخدمه لو انت راح تقابل اصحابك، ممكن تستخدمه في اي وقت واي مكان، بيدي لك فليكسيبيليتي عالية قوي وبسعر مناسب، والاطراءات يعني بصراحة ما اقولكش حاجة عظيمة. البرفان ده من احب البرفانات ليا ومن البرفانات اللي انا بنصح الناس فعلا ان هم يجربوها ويدوها اهتمامهم، برفان جميل ويستحق. بس كده، دي كانت لستة النهارده، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم فيها، وهل شايفين ان في برفانات تانية كانت تستحق ان هي تكون في الليسته دي ولا لا، ونتناقش اكتر في الموضوع ده.